السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير رؤية أكل لحم القطة في المنام. أكل لحم القطة في المنام يدل على السحر، وقد يدل على مال من سرقة حسب تفسير الشيخ النابلسي. وعندما كانت القطة في الرؤية سارق أو لص، فرؤية قتل أو ذبح القطة في المنام تدل على الإمساك بذلك اللص والظفر به. قتل القطة في المنام الميتة في الشوارع في المنام تدل على انتشار السرقة وكثرة عرض البضائع على السوق. ورؤية قتل القطط في المنام تدل على التمكن من السارق وتوبيخه. أما ذبح القطط في الحلم فقبول الرشاوي أو أن الرائي يعمل جاسوسا، والله تعالى أعلم. رؤية القطة للمرأة. يقول الجسيرين أن القطة في الحلم قد تدل على المرأة المخادعة. ويضيف النابلسي أن القطة في المنام ربما كانت امرأة تحسن تربية أولادها وتخاف عليهم وتكون حريصة على تأديبهم. أما عن رؤية القطة للمرأة، رؤية القطة في المرأة عموما تدل على الولد أو السارق أو الجني. فرؤية القطط في المنزل للمرأة شياطين. وإن كانت القطط في المنام تخرب أو تكسر المقتنيات فذلك حسد وسحر. كذلك يدل شراء القطة على التعامل بالسحر ومع السحرة. ورؤية الحصول على قطة تدل على الانتفاع من سحر، والله أعلم. ومن رأت أن زوجها تحول إلى قطة فهو يسرق ويتلصص. أما رؤية إطعام القطة في المنام فتدل على رعاية الأولاد. ورؤية ضياع القطة في الحلم تدل على الغش واستغفال. أما موت القطة في المنام للمرأة فيدل على انهاء الحسد والسحر، والله تعالى ورسوله أعلم.